السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى بني جامع الأزهر؟ يعد جامع الأزهر من أقدم المساجد التي بنيت في مصر بل الوطن العربي كله. وبني جامع الأزهر في يوم 22 من شهر يونيو من عام 971 ميلادياً، بينما تم البدء في بنائه يوم 4 إبريل من عام 970 ميلادي، 14 رمضان لعام 359 هجرية. وبني جامع الأزهر في عهد الفاطميين في مصر، وبناؤه مؤسس مدينة القاهرة وأحد أهم وأشهر قادة العهد الفاطمي، ويعد القائد جوهر الصقلي أبي الحسين جوهر بن عبد الله هو الذي بنى جامع الأزهر وافتتحه في 971 ميلادي. ويعرف جوهر الصقلي باسم جوهر الرومي، وهو من أهم وأقوى قائد في التاريخ الفاطمي، حيث أنه بنى جامع الأزهر وأسس مدينة القاهرة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.